غادي نبداو على بركه الله. واول وصفه غادي نحتاجو فيها، عندي تقريبا هنا نص كيلو ديال البطاطا قطعتو بهذه الطريقه كتشوفوا معايا، يعني يكون رقيق شويه. عندي كذلك كميه من زيت الزيتون تقريبا واحد جوج معالق كبار، عندي الملح على حسب الذوق، وغادي نحتاج كذلك شويه ديال بودره الثومه، الا ما كانش عندكم كتعوضوها بفص ديال الثومه صغير تحكوه، شويه ديال الابزار، شويه ديال الاعشاب المنسمه، وشويه ديال التحميره. هادو هما التوابل اللي غادي نحتاج ندوزو للطريقه. دابا انا خديت 3 درسوع ورق الزبده، ممكن ما ديروهش. غادي ناخذ البطاطا ديالي من بعد ما نشفتها من الماء مزيان، المهم انا درت كميه البطاطا على حسب اللي محتاجاه، نتوما حتى نتوما تديروا الكميه اللي بغيتو. غادي ناخذ التوابل اللي ذكرت، الملحه، زيت الزيتون، غادي نخلط كلشي مزيان باش البطاطا كامله تشرب ليا هاد العطريه، وزيت الزيتون صافي. غادي ندخلها للفران حتى كطيب مزيان ونطلع معكم ان شاء الله من بعد. صافي دابا غادي نسرحها، كيخص كل وحده تكون فوق اللاطا، ما تكونش وحده فوق وحده باش يطيبوا مزيان ويطيبوا دغيا. صافي البطاطا ديالي وجدات تحمرات مزيان كيف كتشوفوا وكتجي طيبه. غادي نديرها دابا في المول اللي غادي نطيبها فيه المره الثانيه. دابا المرحله الاخيره غادي نحتاج فيها بطاطا اللي سبق لي وريتكم كيف حضرتها. غادي نحتاج جبن احمر او فرماج احمر غادي نحكو، وعلبه ديال الطون ديال الزيت. غادي ناخذ الطون غادي نديرو فوق بطاطا كنفرتو، كنصفيه من الزيت بطبيعه الحال، ممكن تخليوه غير شويه ديال الزيت صافي. غادي نحك شويه ديال الفرماج احمر صافي، غادي ندخلها للفران، غادي نشعل غير من الفوق صافي لما يذوب هذا الفرماج شويه ويشد يعني يتحمر شويه صافي، وغادي نخرجها. وكنديروهم في الساندويتشات عرفتي كيجيو زوينين، كناخذو داك باريزيان صغور وكنديروه من وسطو كيجيو زوينين وبنان وساهلين كيف شفتو. صافي دابا غادي ندخلو للفران. صافي هذا هو الشكل النهائي ديال الوصفه ديالنا، كنتمنى تنال اعجابكم. ندوزو للوصفه الثانيه. غادي ندوزو للوصفه الثانيه اللي غادي نحتاج فيها ان شاء الله. عندي هنا نص كيلو ديال لي بات، اي نوع كتفضلوا، انا خديت هذا اللي هكا اللي الشكل ديالو هكا، سلقتهم مع الماء والملح وشويه ديال زيت الزيتون. عندي كذلك هنا نص اترو ديال الحليب معاه بيشاميل، هنا عندي فيها يعني باكيه صغيره كنحتاج معاها نص اترو ديال الحليب فيها 40 غرام، وعندي كميه من الجبن او فرماج احمر. صافي هادو هما المكونات اللي غادي نحتاج في هاد الوصفه. غادي نبداو على بركه الله، غادي ناخذ نص اترو الحليب، غادي نزيد عليه علبه ديال البيشاميل، ممكن تحضروا البيشاميل في الدار. غادي نحركو شويه وغادي نديرو فوق البوطه حتى كيبدا يعاد، ما نخليوش يعاد مزيان غير شويه. درتو هنايا باش في هاد الجميله اللي كبيره باش فاش نزيد لي بات الافي نحرك. صافي دابا البيشاميل ديالنا هي وجدات كيف كتشوفوا، كتكون طحيله، خليتها فوق البوطو في نفس الوقت كنبقى نحرك حتى كتعقد بحال هكا. دابا غادي نضيف ليها لي بات،
او المعجنات غادي نضيفهم هنا. كيصبع ليا ذكرت عديت قريبا نص كيلو، نتوما كديروا الكميه اللي بغيتو. وغادي نحك فوقها الفرماج، غادي ندير كميه شويه كثيره حيت كتجي زوينه بهذا الفرماج هذا. ممكن ديروا اي نوع من الجبن صافي. وكنخلط كلشي مزيان وكنخليه حتى كتشرب هاد لي بات، تشرب هذيك الصوص بيشاميل. صافي دابا غادي نخلط كلشي مزيان، وكنديروا هاد العمليه وكنديروها والبيشاميل كتكون باقا سخونه، يعني ما كنخليوهاش حتى كتبرد. صافي الطبق ديالي وجد، ساهل ماهل، كياخدش الوقت كتير. صافي هادي الوصفة ديالنا، زينتها بشوية ديال الكزبر ومعدنوس، كتشوفو كتجي زوينة ولذيذة بزاف. دابا نخليكم وندوزو الوصفة الثالثة. غادي نبداو على بركة الله، وغادي نحتاجو ان شاء الله في هاد الوصفة. بالنسبة لربعة البيضات غادي نحتاج ليهم ضويمة ديال التومة، غادي نحتاج ثلاثة الفرماجات متلتين، بصلة متوسطة مشلضة، شوية ديال الزيتون خضر مقطع دوائر. غادي نحتاج كذلك هنا عندي معلقة كبيرة خليط ما بين القزبر ومعدنوس. وغادي نحتاج بالنسبة للتوابل كمون والإبزار، شوية ديال الملحة وزيت الزيتون. دابا خديت محلة درتها فوق العافية، غادي ندير فيها شوية ديال زيت الزيتون تقريبا واحد جوج معالق كبار، العافية تكون متوسطة. غادي نضيف البصلة، الملحة، وغادي نحرك شوية حتى كتبان لينا هاد البصلة. كيف شفتوا البصله راه مقطعاها طريفات صغيورين. غادي نضيف ضامة البنة ديال الثومه، ممكن تعوضوها بالثومه العاديه. غادي نضيف الكمون والابزار، قزبر ومعدنوس، غادي نضيف ثلاثه ديال الفرماجات. من بعد ما داب الفرماج كيف كتشوفوا غادي نضيف الزيتون. صافي دابا من بعد ما طابت البصله غادي نطفي عليها. هنا هرست البيض، ربعه ديال البيضات، غادي نحركهم شويه، غادي نطفي، غادي نضيف لهم الخليط ديال البصله والفرماج. وغادي نخلط كلشي مزيان في نفس المقلاه. غادي نطيب مره اخرى هذا البيض. غادي نحرك كلشي مزيان، غادي نرجع المقلاه تسخن. صافي الخليط ديالي ها هو سخن، او ها هو تحرك مزيان المقلاه اللي سخنات. غادي نخوي دابا الخليط ديال البيض، بسم الله. كيف كتشوفوا معايا هنا خطيته بالتبصيل، غادي نتاكد كندير بحال هكا باش نتاكد منها انها ما لاصقاش. غادي نخلي حتى كتشد راسها هاد البيض اللي كيشد راسو. دابا غادي نحطها في الطبصيل وغادي نعاود نقلبها كيف كتشوفوا. صافي كيف كتشوفوا معايا انا قلبتها، كنخليها حتى كطيب بلا ما كنغطيها. دابا كتاخذش الوقت كثير، غير شويه باغي كتشد راسها. دابا
دابا غادي ندوزو نحضرو ساندويتش ديال المعقوده اللي كيوجد دغيا دغيا وسهل في التحضير. كيف غادي تشوفوا معايا مكونات جد بسيط. عندي هنا تقريبا واحد نص كيلو ديال البطاطا سلقتو ومعكسو بحال هكا بالفرشيط. عندي بصله متوسطه مقطعه طريفات صغار بزاف، معلقه كبيره خليط ما بين القزبر ومعدنوس. توابل غادي نحتاج شويه ديال الكمون، شويه ديال الخرقوم بلدي، وشويه ديال التحميره. غادي نحتاج شويه ديال الموطارد وشويه ديال الحاره اختياريه والملحه. صافي هادو هما المكونات اللي غادي نحتاج. بالنسبه للملحه الا كنتو سلقتوا البطاطا بالملحه ما كتضيفوهاش، انا سلقتها مسوسه. كيف غادي نشوفوا معايا كلشي بسيط، كنضيف كلشي في مره واحده. بصله، قزبر، معدنوس، التوابل اللي سبق ليا ذكرت، ملحه، حاره اختياريه، ممكن ديروا كذلك السودانيه، والموطارد. صافي غادي نخلط كلشي مزيان. دابا كنخليو البطاطا على جنب، كناخذ ثلاثه المعالق ديال الدقيق، غادي نضيف لهم شويه ديال الملحه باش ما غاديش نكثر، وشويه ديال التحميره باش يعطي هذاك اللون الاحمر. غادي نخلطهم شويه بحال هكا. غادي نبدا نضيف الماء وانا في نفس الوقت كنخلط حتى كنحصل على واحد الخليط اللي تيكون ثقيل شويه، ما خصوش يكون جاري بزاف. كيف غادي تشوفوا معايا كنضيف الماء غير بشويه بشويه. صافي هذا هو الخليط ديالي كيف كتشوفوا. غادي نهزها وغادي نديرها ديريكت في الزين. الزيت خصو يكون سخون بزاف، انا جربت الزيت وسخنات. صافي غادي نستمر بنفس العمليه. بالنسبه لسميتو ما كنقلبهاش حتى كنتاكد انها راها شدات راسها مزيان من التحت. كيف كتشوفوا عاد كنقلبها ونخليها حتى كتحمر على خاطرها. صافي دابا من بعد ما طابت المعقوده ديالي كيف كتشوفوا، غادي ناخذ باريزيان ديالي صغور وغادي ندير شويه ديال الكيتشوب. انا كنعطيكم غير افكار وانتم دائما كيبقى على حسب الضوء تضيفوا اي حاجه. غادي ندير المعقوده ديالي كيف كتشوفوا كتجي لذيذه بزاف. غادي نضيف شويه ديال الطون، كنت باغا الطون ديال الزيت ما لقيتوش، ماشي مشكل درت هذا ديال اللي مخلط مطيشه حتى هو كيجي زوين. كنكثرت غير شويه وغادي ندير واحد فرماج ساندويتشات. هذا هو الساندويتش ديالنا، ممكن نزيدو الزيتون مقطع دوائر. هذه هي الوصفه ديالنا بعد ما كملتها كيف كتشوفوا. ممكن انكم ديروهم في الاله ديال البانيني، ممكن تخليوه بحال هكا اللي بغيتو، عشا خفيف وسريع دغيا كيوجد. الا بغيتو ما تقليوهمش ممكن ديروهم في جيلاطو ديروا فيها ورق الزبده ودخلوهم الفران حتى كيطيبوا على خاطرهم ما كياخذوش الوقت. صافي هادو هما الوصفات ديالنا، كنتمنى انهم ينالوا اعجابكم وتجربوهم. ما تنساوش تشاركوا في القناه وكذلك تضغطوا على الجرس باش يوصلكم الجديد. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد مع وصفه جديدة.